يسعد مساكم. قصتنا اليوم من الإمارات صارت بال2010 بأول أيام العيد. ولد عاقب يكبر مع المخدرات والأفعال القذرة رغم اهتمام أهله الكبير فيه. جريمة فيها انتهاك لحرمات مسجد، قتل واعتداء. التساهل الكبير بالأحكام كان سبب كافي إنه استمر بجرائمه. كيف انقتلت فرحة العيد وشو هو السبب؟ خلونا نتابع هاي القصة لنعرف تفاصيلها. بالبداية ما تنسوا تشتركوا بالقناة، تحطوا لايك وكومنت للفيديو، تشاركوا القصة بالنهاية ويلا لنبدأ. راشد شاب إماراتي توفت أمه بعد ولادته فوراً، وبعد مدة أبوه تزوج وحدة تانية وبلشت تربيه هو وإخواته وكأنهم ولاده وما قصرت بحق أي حدا فيهم. بس راشد من عمر 12 سنة عنده مشاكل وعدوان كتير. لما كان يروح للمدرسة كل يوم يعمل مشكلة يا أما يهرب من المدرسة. أبوه دائما لاحقه من مكان لمكان يرجعه للمدرسة ويفهمه أنه الدراسة مهمة وهو لازم يتعلم. ولما شافوا أنه سلوكه عم يسوء يوم ورا الثاني قرروا أنه يروحوا ياخدوه لطبيب نفسي ويعرفوا شو هي مشكلته، بس طبعا بدون أي فائدة لأنه راشد ما كان عم يعاني من أي مشكلة نفسية. طبعاً بعدها حاولوا كتير انهم يقنعوه يرجع للمدرسة بس هو رافض الفكرة بشكل نهائي، ترك المدرسة وما بقى رجع لها أبداً. مرت الأيام، كبر راشد وصار عنده رفقات ويروح يسهر، بلش بعمر المراهقة، اتعلم على المشروب والمخدرات. وأول مصيبة عملها كان ببداية مراهقته. أهله لما شافوا أنه ما في نتيجة معه حكوا معه ووعوه وما كان يتغير أبداً، بلش يضرب أخواته وأمه وياخد منهم المصاري ويجيب رفقاته يسهروا بالبيت. فقرر أبوه أنه يعزله بغرفة برا البيت وهيك بيفتك من مشاكله ومن سهراته كل الليل. فهون راشد أخذ راحته أكتر، وبسهرة من السهرات استدرج واحد من رفقاته، شربوا خمر لحد ما غاب عن الوعي، وبعدها قام واعتدى عليه جنسياً. وهي كانت أول جريمة من جرائمه بعمر 15 سنة. لما صحي رفيقه كان راشد تارك الغرفة وطالع، فرجع الولد لبيت أهله خبرهم بيلي صار معه وانقلبت الدنيا فوق راس راشد. راحوا أهل هالولد واشتكوا عليه، اجت الشرطة ألقوا القبض عليه وراح للسجن وانحكم 4 سنين. وهذا الشيء زاد الأمور سوء أكتر. راشد عاش 4 سنين مع المساجين، تعلم فيهم كل شيء سيء. ولما انتهت محكوميته طلع وهو أكتر وحشية وعدوانية من قبل. صار بعمر 20 سنة رجع لبيت أهله، طبعا ما كان يقبل أنه يشتغل ولا يعمل أي شيء بحياته غير السهر والتعاطي. أهل راشد كان عندهم خدامة بتنظف البيت كل فترة والتانية، فبيوم من الأيام راشد كان طالع شافه وطلب منه أنه تنظف غرفته وقال له أول ما أرجع بدي الغرفة تكون نظيفة. وفعلا هالخدامة خلصت شغل بالبيت وراحت لغرفة راشد، وهون صار الشيء يلي ما كانت متوقعته أبدا. هي لما دخلت للغرفة كرمال تنظفها كانت بتعرف انه راشد مانو موجود بالبيت. فجأة دخل عليها، سكر الباب وكان مشغل الأغاني بصوت كتير عالي، وكونه هي وحدة من عوايده ما حدا قدر يسمع صوت هالخدامة وهي عم تستنجد بأهل البيت. وحاولت انه تبعده عنها باي طريقه بس ما قدرت، اعتدى عليها جنسيا، وبعد ما انتهى زدتلها شويه مصاري وتركها ومشي. طلعت هي وخبرت اهله بكل شيء صار، بس اهله ما كان طالع بايدهم اي شيء، فقررت انه تروح وتشتكي عليه للشرطه. وفعلا اشتكت عليه، القوا القبض على راشد وانحكم 3 سنين، وبعد الخدامه تنازلت عن حقها ولاسباب مانا معروفه. الكل كان مستغرب من هاي الخدامة انه تنازلت عن حقها بدون اي سبب واضح. تتوقعوا هالمرة خلص راشد رح يتوب او رح يكمل بجرائمه؟ ومعقول جرائمه توصل لأهل بيته؟ خلونا نتابع. مرت السنين، مات ابوه لراشد وراشد طلع من السجن وبقي على حاله، تعاطي وسهر كل الليل. ومرت ابوه يلي كانت تعتبره مثل ابنها وتدعي له دائما الله يهدي، بقي عم ياخد منه مصاري وغصب عنه. وبسنة 2010 كانت المأساة لكل الامارات. بيوم العيد بفيق راشد على صلاة العيد، بيلبس احلى ثياب عنده وبيظبط اموره، بيطلع بعايد اهله وبيقول لهم انا رايح صلي. الكل كان مستغرب من تصرف راشد وبنفس الوقت فرحوا بالشي اللي حكى وفكروا انه خلص الله هداه ورجع لعقله.
طلع راشد من البيت بس ما راح للمسجد القريب من بيتهم، راح لمسجد تاني وفعلا صلى صلاة العيد، وبعدها راح وزار قبر أبوه ورجع للبيت وبقي عم يشرب لحد ما غفل. فائل مسع صوت الشرطة يلي ألقوا القبض عليه. العالم كله ضايجة وعم يحكوا بقصة ولد اسمه موسى بعمر 4 سنين لقوه مقتول بحمام المسجد. ألقوا القبض على راشد وأخدوه معهم للتحقيق، بس ليش هو وشو علاقته بقتل الولد؟ هلأ رح نعرف. يلي لسه ما حط لايك وكومنت للفيديو يحطن، واكيد ما تنسوا الاشتراك. ويلا لنكمل. راشد اختار انه يروح لمسجد بعيد لانه في بباله شي مو نظيف ابدا. راشد ما كمل صلاته وترك من نصه، سحب معه ولد بحجة انه بده يعطيه عيدية، وراح فيه لحمامات المسجد وهون اعتدى عليه جنسيا. فبلش هاد الولد يصرخ، اجا راشد وصار يضرب له راسه بالحيط لحد ما غاب عن الوعي. تركوا راشد بمكانه وطلع لبرا، فشاف المسؤول عن الحمامات قال له انه في ولد جوا، لما كنت عم اتوضى شفته كأنه غايب عن الوعي. وبعدها رجع لبيتهم وكأنه شيئا لم يكن. لما دخل هالمسؤول عن الحمامات وشاف الولد جوا ما عم يتحرك، هون فورا راحوا خبر الشرطة. وصلوا للمكان اخذوا الجثة للفحص وتبين انه هالطفل معتدى عليه جنسيا. بلشوا يحقوا مع مسؤول الحمامات وكانوا شبه متأكدين انه هو القاتل. فهون قال لهم انا ما بعرف اي شيء. طلع واحد وقال لي في ولد واقع بحمامات المسجد ويمكن غايب عن الوعي، فانا رحت لشوفه ولما لقيته ما عم يتحرك فورا اجيت وخبرتكم. فسألوه مين هذا الشخص يلي خبرك؟ قال لهم انا ما بعرف اسمه وما سبق وشفته بهالمكان، بس بقدر اعطيكم مواصفاته. فبلشوا يطابقوا المواصفات مع الصور يلي عندهم وما تشابهت إلا مع صور راشد. فهون راشد صار من المشتبه فيهم، راحوا ألقوا القبض عليه وبالتحقيق فورا اعترف بالشي اللي عمله. والصدمة ما وقفت عند أفعاله بس، باعترافاته قال إنه كل شي عمله بس ليرضي رغباته الجنسية وهو بكامل قواه العقلية وما إنه ندمان أبدا على أي شي هو عمله. ما في أي محامي قبل إنه يدافع عنه بالمحكمة بسبب الشي الوحشي اللي هو ارتكبه. وبعد أكثر من جلسة حكم عليه بالإعدام بحضور أهل الضحية. هالجريمة قتلت فرحة العيد ولساتها لحد اليوم ببال الأهالي، وبكل عيد بيخافوا عولادهم منها. يعني طفل كان رايح للجامع مع أبوه انقتل، فما بالكم بطفل رايح للملاهي أو للبقالية. ناطرة آرائكم بهالقصة بالكومنتات، وبرأيكم ليش راشد كان عدواني لهي الدرجة؟ ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وكومنت للفيديو كرمال نبقى مستمرين.